عادت اليوم عبر مراكز جديدة يابوس والدبوسية وجوسية الحدودية مع لبنان عشرات الأسر المهجرة إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن. بعد فترة طويلة رجعنا على سوريا على وطننا، بنرجع نخدم الجيش وبنخدم وطننا الحمد لله رب العالمين، وما فين بعد تراب سوريا وهوى سوريا، وين ما رحتوا ما بتلاقوا مثل سوريا. نحن الحمد لله وصلنا هلا، هي وصلتنا على سوريا دخيل رب تراب سوريا، والله اشتقنا لها. على طول بذكر اولادي بسوريا، احلى شيء سوريا والله. والله صار لي 5 سنين اشتقت لامي ولاهلي ولجيراني ولسوريا كلها والله. صار لي 7 سنين برا البلد، مشتاق كثير للرجع البلد ونشوف الاهل والاحباب. ماذا طعم الهجران ما بعرف شو مرات البلد. من ضمن انه طلعنا بالاساس في عالم كله بده ترجع، في كثير اسباب منيحه ترجع العالم، يعني دقت بقول المر بعد بلد الواحد ما في بصراحه. الشعور ما بنوصف، احلى شعور بالحياه. الحمد لله رجعنا بخير وسلامه، ونشكر سياده الرئيس الدكتور بشار الاسد على هالمكرمه اللي يعني اكرم بها الشعب العربي السوري بالمصالحات والتسويات، والحمد لله الامور بخير. ومنحيي جيشنا العربي السوري والله يقويهم ان شاء الله. منحيي جيش العربي السوري وانا راجع بلادي. انا هلا راجعه سوريا ومبسوطه كثير، بدي اروح اكمل دراستي. جيش العربي السوري الله يحمين، الله يخلينا قائد الوطن ويخلي الجيش العربي السوري، الله يرحم شهداء سوريا، ولو ما هون لم نرجع على الوطن بهالامن والامان. الله يقويهم جاه رب العالمين. ما بينعز غير بلد الواحد. توبه والله، أنا أتمنى الكل يرجع. حاجة حاجة يا عمي، والله في أحلى من حضن الأم. الله يحمينا الوطن يا عم. كنا عايشين بغربة، صحيح لبنان شقيقة، بس قد ما كان مو مثل سوريا الوطن، مو مثل طراب سوريا، مو مثل حنية سوريا. هلأ الحمد لله الله رجعنا للوطن سالمين غالمين بفضل سيادة الرئيس بشار الأسد وفضل الجيش العربي السوري. الله يحمينا ياهم كلهم إخواتنا، والله يخلينا هالشعب السوري كمان بس يكون إيد واحدة.